محاضرة الهوليون الختامي هيشمل معانا محاضرتين، محاضرة خاصة بالفاير بروتكشن والحرائق وتقنيات الإطفاء المعروفة وما هو الحريق وغيره، والمحاضرة الأخرى هتكون عن البي بي إي أو مهمات الوقاية الشخصية أو الحماية الفردية. طبعا للتأكيد كما اتفقنا في المحاضرة السابقة بأن اليوم إن شاء الله في نهاية المحاضرات سوف يتم نشر الماتيريال التدريبية أو العروض التقديمية اللي أنا شرحت منها، حيتم إرسال نسخ بي دي إف منها على الجروبات اللي إحنا شغالينها إن شاء الله. وأيضا الثلاثاء القادم سوف يكون موعد الاختبار الخاص بالدورة، بحيث نعطي يعني قدر من الوقت للزملاء إن هم يراجعوا ويعني يجهزوا الاختبار بشكل مناسب. طبعا النار الحريق او النار اشتعال هي من اكثر مواطن الخطوره، لدرجه ان القران الكريم حذر منها، صح؟ ووجدت انها العقاب في الاخره، يعني يقول لك عقابك التخيف من يخاف يدخل النار، فده لشده العذاب بالنار. بل ان الحدود الاسلاميه اللي هي من ضمنها فيها من ضمن الحدود الاسلاميه في القتل او قطع الايدي والقدم عن خلاف والرجم وغيرها، ولكن لم توجد ولم تكن ولا يمكن أن تكون داخل هذه الحدود الحرق، على الرغم من في ديانات أخرى طبعا تحرق بغض النظر عن سبب الجرم أو بغض النظر عن طبيعته، ولكن هناك من يحرق، كان يعني يحكم على الساحر أو الساحرة بالحرق، وهذا منهي عنه إسلاميا، ممنوع في الإسلام. بل إن حينما يعني وجد أحد الصحابة يحرق بيوت النمل، قيل له لا يعذب بالنار إلا رب النار، فنظرا للألم والعذاب الشديد لمن يصاب بالحرق ويصاب بالحروق. ولكن حينما نتحدث عن مخاطر الحريق لا نكتفي فقط بالحرق في حد ذاته، يعني البرن إن يتحرق الواحد كده أو الجلد يتحرق، لا لا لا، مخاطر الحريق أكبر من كده. مخاطر الحريق من ضمنها الاختناق، يعني أنت مش منتظر لحد ما النار كنار كألسنة اللهب توصل لين عندك، لا، الدخان في حد ذاته أخطر من سنة اللهب أو النيران. يعني من الآخر، نواتج الحريق في حد ذاتها كنواتج ثانوية تكفي لتشكل حجم كبير من الخطورة. حرائق الغابات حينما تنتشر يقول لك بيستخدم فيها تقنيات اللي هو معالجة النار بالنار، يعني يشوف مكان مشتعل يحيطه بالجرافات ويعني يعمل كده زي جروف حلقة من الجروف كده، جروف سيركل حوالين مكان المشتعل، ولكن ومع ذلك النار تكمل تعدي. تقول طب ازاي النار عدت؟ يعني انا عامل حواليه حلقة كبيرة، فبالتالي من المفترض ان النار في اقصى تقدير هتاكل الجزء اللي هو في داخل الحلقة هذه اللي اتعمل حواليها جروف. طيب ازاي النار قدرت ان هي تتخطى هذا الجروف وتروح للناحية التانية؟ ده عن طريق التطاير اللي هو ايه، الاستاك او الرماد، اجزاء من النيران تتطاير في الهواء فتعبر حتى الناحية التانية. بل ان في احد الطيور اللي هو اعتقد الحدقة، لسبب ما غير معروف كان ياخذ الحطب المشتعل ويروح بيه في ايه، في الناحية التانية من الجزء اللي هو مصاب بالنار. فانتشار النار للأسف وللأسى يعني سهل، وده بيعظم من الخطورة. إذن هذه كلها كانت مقدمة عن خطورة النار ومدى يعني مدى الكارثية في انتشار النار في وقت ما. ولكن من الناحية الفيزيائية، النار جت إزاي؟ كيف يحدث الحريق؟ يهمنا نحن نعرف كيف يحدث الحريق. يقول وفقا لنظريه الاشتعال بان في مجموعه من التفاعلات الكيميائيه بتحدث بين ابخره الماده القاده للاشتعال والاكسجين والحراره. الثلاثه دول لما بيتجمعوا تحصل مصيبه. ثلاثي اضواء المسرح اللي هم مين؟ الماده القاده للاشتعال والاكسجين والحراره.
ليه اتوجدوا، فسوف تكون هذه السلسلة الموبوءة ايش هي؟ اللي هي سلسلة التفاعلات الكيميائية. طيب كلمة وجود كلمة عامة، قلها لي تاني من ناحية الكمية، كيف يعني وجود؟ انت تقول المادة قبل الاشتعال وتقول الاكسجين والحرارة، ما الحد الأدنى الذي يجب أن تتوافر في كل من هذه العناصر الثلاث؟ سؤالك جميل، سؤالك مرة جميل. الأكسجين تعامل معه أنه، طبعا ده رقم تقريبي، أنه نفس الحد اللي أنت كإنسان بشري محتاجه، كم؟ 19.5%. تعرف معلومة دي ولا أنت أول مرة تسمعها دلوقتي؟ الأكسجين كستاندرد في الهواء الجوي 21%، ده الستاندرد يعني، خلاص كده ده العادي. النسبة دي في الأماكن النقية، في الأماكن اللي هي الباركس والحدائق والمتنزهات والبيئة الزراعية تزيد شوية كمان، اللي هي ما فيهاش انبعاثات حرارية وغيرها تزيد شوية. تطلع في الجبال زي المناطق الجبلية ماونتينز، تروح أبها، جبال السودة، جبال فيفا ناحية جازان، هناك تجد ان في شعور بالضيق، حتى ان السيارات اللي تطلع هناك لازم تكون سيارات دفعها عالي، الهورس باور بتاعها عالي ومصممة لان هي تتعامل مع الاماكن هذه، يسموها السيارات الجبلية الماونتين فايكنز. ليه؟ لان مع ارتفاع مع الارتفاع عن مستوى سطح البحر الى مسافة كبيرة، نسبة الاكسجين بتقل. فانت تجد ان اثر هذه النسبه في هتقل انك تلاقي خلقك ضيق. عشان كده الناس اللي ساكنه الجبال ما بيحبوش يهزروا، يعني ما بتهزرش معاهم، ما بيستحملوش. جايب الليمونه تيجي تهزر مع واحد من سكان الجبال ما يتحملكش، لان هو اصلا الاكسجين عنده مش مكفيه، هتبقى انت الاكسجين عليه. جرب تولع نار فوق جبل عالي مرتفع، تولع معاك بصعوبه جدا، وده طبعا يؤثر على السيارات في ايه؟ في اني عندك انت محرك الغاء، محرك السياره قائم على الاحتراق الداخلي، ففي احتراق داخل السياره. نفس المبدا، ان الاحتراق ما بيكونش كامل داخل السياره، فبتحس ان السياره صوتها عالي وما فيش عزم في السياره. ده كان سبب فيه. طيب ده كاكسجين، لو قلنا ان احنا محتاجين 19.5% عشان نشتغل اكسجين، والنسبه دي منها لحد ال 21% 19.5% انت عايش مش هتموت كبشري في ظل وجود نسبة 19.5%، ولكن حاسس بالديك، نفسك مكتوم شوية معك، ولكن هتظل عايش لا يعني مدى معين. الحرارة، نعم الحرارة كلما زادت كلما تزادت معها ايه؟ احتمالية حدوث حريق. المادة المشتعلة على حسب قدر وجودها، على حسب انتشار الحريق، هتديله 1 كيلو جرام من الغاز هيولع لك 1 كيلو جرام من الغاز، هتديله 2 كيلو جرام من الغاز هيديك 2 كيلو جرام من، طبعا انت عارفين المعادله الحراريه بتاعت الكيلو جول اللي هو الانتاج الحراري الناتج عن الاشتعال والحريق. طيب قد تكون الماده قابله للاشتعال دي غير منتهيه، ودي الكارثيه اللي بتحصل في الموضوع. عشان كده يا جماعه احنا لما بننظر الى خطوره موقع من المواقع من ناحيه الحريق، بنشوف وش محتوى هذا الموقع، ايش محتوى المكان ده، عباره عن ايه؟ مستودع. ركز، مستودع مخزن يعني باللهجه المصريه، المخزن ده ولا المستودع محتواه عباره عن ايه؟ ما هندخل في التفاصيل، بس كلمه مستودع يبقى الغرض منه التخزين، يبقى هيكون في تراكم لهذه الماده القابله للاشتعال، تراكم حجم كبير. طيب وش الماده اللي جوه التراكم هيكون عباره عن ايه؟ ده هيودينا للصيد الجاي بعد كده اللي هنتكلم فيها عن تصنيف المواد القابلة للاشتعال، لأن حسب ما هذا التصنيف اللي هو تصنيف المواد القابلة للاشتعال يتم تصنيف الحريق. إذن الفائدة، الحريق يصنف حسب نوع المادة المشتعلة، وبناء عليه يتم وضع وتصميم طريقة الإطفاء المستخدمة للتعامل مع الحريق. طيب حصل الحريق، إيش النواتج؟ حرارة ولهب، وضوء مصاحب للحرارة، وغازات مختلفة، وهذه كلها مصادر خطر، بوتنشيال هازارد. الحرارة، نعم حرارة عالية جدا،
لدرجه ان فرق الانقاذ احيانا بعض من افراد فرق الانقاذ اللي تدخل عشان تنقذ احد الافراد يعني منهم من يستشهد نحو ذلك بسبب الحراره، مش هقول لك بسبب الاختناق او بسبب الاحتراق، لا الحراره في حد ذاتها. اللاهب المباشر معروف، والضوء في الترا فايلتك بيصاحب نفسك ما تيجي تبص في النار التدفئه انت رايح البر مولع في جذع ولا حاجه وتشوف عايز تركز في النار مش عارف عينك تتعبك نظرا للضوء المصاحب فيه. ايضا الغازات خانقه. مين هو القاتل الصامت اللي قلته قبل كده في محاضرات سابقه؟ من هو القاتل الصامت اللي يمثل احد الغازات الناتجه عن الحريق؟ مين القاتل الصامت ده؟ ايوه برافو، عاش يا خزام. اول اكسيد الكربون، اول اكسيد الكربون. تقول H2S، شوف ال H2S يعني الميزه والشيء اللي دي اقل من السي او في ان ال H2S في ريحه البيض الفاسد، في الريحه المعروفه عنه تميز الريحه هذه، فانت راح يعني خلاص الريحه دي راح تخليك تحس بالخطوره فتطلع من المكان. لكن السي او اول اكسيد الكربون ملوش ريحه، ملوش ريحه، فده اللي وملوش لون ولا شكل ولا زي ثاني اكسيد الكربون كده، فبالتالي يعني يعتبر قاتل صامت ماشي. فده اول اكسيد الكربون. احنا قلنا العوامل هذه المادة المشتعلة والحرارة والأكسجين واللي محتاجين إلى سلسلة من التفاعلات الكيميائية لاستمرار الحريق. طبعا معلومة هذه للتصحيح أخذت من أحد المراجع 16% لن تعطيك حريق. هات فاكيوم بامب اللي هي مضخة سحب هواء اسحب بها من الهواء الموجود اللي هيقل وبالتالي هتقل معاه نسبة الأكسجين، لن تجد أن الحريق يظل صامت بيروح. 19.5% اللي هي الحد الأدنى لتنفس الإنسان هي ذاتها نفس النسبة اللي أنا أقول لك كده يعني من تجربة عملية اللي المفروض أن الحريق يستمر عندها. هتقل عن 19.5% لا الحريق هيبدأ ينطفي بالتدريج. المادة القابلة للاشتعال بنعرفها بنفس التعريف المادة بتاع الفيزياء اللي هي كل ما له وزن ويشغل حيز من فراغ سواء كان عنصر أو مركب أو خليط. وهذه المادة قد تكون في أحد الصور الثلاثة المعروفة الصلبة والسائلة والغازية. طيب أقول نقطة، يعني الصورة الغازية من المادة هي أحد أخطر أنواع، أو مش أحد أقول هي على العموم أخطر أنواع المواد المشتعلة، صح ولا غلط؟ أقول تاني، المادة القابلة للاشتعال في الصورة الغازية هي أخطر أنواع أو أخطر صور المادة المشتعلة، صح ولا غلط؟ طيب ذكريات قالت صح، محمد أبو زايد قال صح، وهاني قال صح. لا مش صح. ليه مش صح؟ نشوف ليه مش صح. مش صح يا جماعة لأني أنا هسألك سؤال تاني هتعرف ليه مش صح، يعني أنا لسه هسألك سؤال تاني عليه. أيهما أخطر؟ أيهما أخطر؟ غازات المشتعلة معروفة زي الأستلين والبيوتان والغاز المتجاذر المنزلي المعروف، هذه الغازات المشتعلة هذه أخطر ولا المواد الصلبة المتفجرة؟ أيهما أخطر؟
ده كده عامل زي الصراع بتاع جودزيلا ومش عارف اسمه ايه وهونج كونج، ده اللي كان الصورة اللي بتيجي فاكرها؟ صراع الجبابرة يعني. اه كده بنقارن يعني، انت لما تيجي تقارن ان عندك المواد اللي هي اصلا مواد صلبة بتصنع منها متفجرات. ليه؟ لأن التفاعل الكيميائي المصاحب لتلك المواد الصلبة المتفجرة ينتج عنه تفاعل إضافي متتابع ومتسلسل زي الأمونيا مثلا، تمام؟ ينتج عنه إن هو بيحول المواد اللي حواليه دي كلها إلى مواد مشتعلة. شوف لي فيديو حريق مرفأ بيروت، شوف الفيديو دوت معا كده فيه واستينقص وخد لك شفطة شاي وأنت بتتفرج. ايوه شكل عيش الغراب اللي حصل ده. ازاي المينا يعني المينا في خلال دقائق معدوده خلاص اختفى؟ ازاي ده حصل؟ لان في تفاعلات مصاحبه. هذه التفاعلات المصاحبه زي الامونيا اللي بديها مثال في ميناء بيروت خلت نطاق النار مش النطاق اللي هو فيه المواد المخزنه، لا في دقائق كان عملت لك السحابه الناريه اللي انت شفتها دي. بسبب ايه؟ بسبب التفاعلات الكيميائيه يعني اذن خطوره الماده لما تكون سائله وصلبه وغازيه كماده مشتعله، هي طبعا خطيره جدا الماده الغازيه المشتعله جدا جدا خطيره، بالذات الاستيلين طبعا. وهقول لي بعد شوي. هي خطيره ورغم من خطورتها تظل الخطوره منها فيها. يعني هي خطره بس لو قفلت المحبس بتاع الغاز خلاص راح. لو فتحنا الهواء وفتحنا الشبابيك وهوينا المكان شويه وكده راحت، لو حاولنا بقدر الامكان ان احنا نجيب عليها غاز ثاني اكسيد الكربون مثلا او كده اوكي تم رشيناها بالفوم هتبرد. كل دي طرق يمكن من تخفيف المواد اللي هي ايه العاديه اللي احنا بنتكلم عنها. لكن المواد المتفجره الامونيا وغيرها هذه المواد لو اتفتحت مش هتتقفل، ما تدورش ما تحاولش ما تقبلهاش نظام اطفاء، نضحك على بعض ولا سيبك من الكلام المروج اللي بيقول لك طفايات نوع دي ومش عارف ايه، لا 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 اتكلم منطقيا مش هتطفي، تتفرج عليها لحد ما تخلص لوحدها. ما فيش تدخلات حتى الان يمكن ان تتعامل بشكل فعال مع هذه الانواع. اتفقنا الاكسجين انه موجود في الهواء بنسبه 21% و يعني يعادل خمس الهواء العادي كمكعب الهواء، والنسبة المتعارف عليها كحد أدنى هي 19.5%، والحرارة هي شكل من أشكال الطاقة. يعني كلما كان في عندك مصدر حراري hot source كلما كان هناك احتمالية حدوث حريق. بما يعني أن حينما تكون هناك أعمال صيانة، أعمال تركيبات، أعمال إنشائية في الموقع اللي أنت شغال فيه، ووجد أن هذه الأعمال ينتج عنها مصدر حراري، يجب أن يتم استخراج تصريح خاص لهذه لهذه الأعمال، يسمونه تصريح العمل الساخن الـ Hot Work Permit. ليه؟ في حرارة يبقى لازم يكون في تركيز على هذا المكان. في حرارة يبقى لازم يكون في تركيز على هذا المكان. طيب الهوت وورك بيرمت ده زي ايه مثلا؟ الاعمال اسف الهوت ريسورس ده زي ايه مثلا؟ ايه ممكن من الاعمال اللي عندك في المبنى في الموقع صيانه ولا تركيبات يكون فيها حراره ناتجه عنها؟ زي ايه؟ حد عارف؟ اللحام، اعمال اللحام. عشان كده احنا بنوظف شخص كده اثناء اللحام بنسميه الفاير ووتش. الفاير ووتش ايه الفاير ووتش؟ ساعة الحريق يعني ولا ايه فاير ووتش ده يعني؟ لا ووتش مشاهد، يقول لك ووتش تي في. فالفاير ووتش ده وظيفته هي مراقبة قبل واثناء وبعد اعمال الحريق. قبل يتأكد ان الموقع اللي فيه اللحام ما فيهوش مواد تانية قابلة للاشتعال من ممكن ان تفاقم الشرر الناتج عنها ويؤدي لحريق. اثناء للتاكد من ان الشرز الناتج عن الحريق او الحراره الناتجه لم تصب شيء. بعد للتاكد لمده 20 دقيقه ولا 30 دقيقه كده بعد انتهاء اللحام للتاكد من انه لم تنتج هناك حرائق كده بسيطه
صغيره كده على جنب مداريه من الممكن ان تتفاقم بعد وقت اخر. فالفاير ووتش يا جماعه وفقا للكود بتاع الاوشا لها دوره خاصه كمان فيها، وشخص مؤهل ومجهز بالطفايات والتجهيزات اللي هو محتاجها للتعامل مع الحريق اثناء اعمال اللحام. الحراره ممكن تيجي في اي وقت، الشمس، مصدر حراري، ارتفاع درجه الحراره في الصيف تزداد الحرائق، المصادر الكيميائيه ممكن في تفاعلات كيميائيه تؤدي الى حراره ناتج عنها، واحنا قلنا بالكيلو جول بتشوف التفاعل الكيميائي ده طلع منه كم كيلو جول حراري تتضايق. المصادر الميكانيكيه زي الاحتكاك اللي يحصل في المواد في المعدات الميكانيكيه وغيرها، والتيار الكهربي الساكن او المتحرك. احنا اتكلمنا برضو عن التيار الساكن في محاضره الكهرباء، وقلنا دور التيار الساكن في حدوث الحريق، والانفجارات والانشطارات النوويه المعروفه. طبعا سلسله التفاعل الكيميائي، السلسله هذه تعني تآلف وتعاضد كل من الحراره والاكسجين والوقود بنسب محدده لحدوث التفاعل اللازم واستمراره لاكمال عمليه الاشتعال. ما هي الاسباب الدارجه للاشتعال؟ الاسباب الدارجه للاشتعال: الاهمال، تدخين الاماكن سواء كانت دول او شركات او مجمعات اللي التدخين فيها شيء عادي وسهل تتوقع حدوث فيها حريق في اي وقت، سوء الاستعمال التوصيلات الكهربائيه، وتكلمنا عن التوصيلات الكهربائيه وسوء الاستعمال في محاضره الكهرباء بشكل تفصيلي، والظواهر الطبيعيه زي الصواعق اللي هي البرق، الحراره العامه، وجود اعاصير تؤدي الى سقوط بعض المواد قبل الاشتعال زي اسطوانات البوتاجاز او غيرها فتؤدي الى حريق. والحرائق العمديه اللي فيها تعمد، شبهه جنائيه، اخفاء معالم جريمه ما، او التحايل على شركات التامين. عشان كده اخواننا المصريين ابناء البلد الاعزاء القاطنين في المناطق السياحيه، المراكب السياحيه والفنادق السياحيه، يتذكروا معي كما تذكر جيدا ما حدث من حرائق عام 2011 في المراكب السياحيه، لان هم شايفين ان السياحه خلاص وقفت وما فيهاش اكل عيش، فالحل هو في السلام التامين، فيتم نقل كل ما خف وزنه وزادت قيمته وزاد ثمنه خارج المركب، ومن ثم عمدا يتم اشعال المركب او الفندق حتى. تمام، وخلاص اروح اجيب بتاع التامين واقول له انا عامل تامين ضد الحريق، اصرف لي البوليصه. البوليصه قد يكون قيمتها مثلا 10 مليون. هو عامل البوليصه ان لو المكان بتاع اتحرق هياخد 10 مليون، اقول لك هاخد ال 10 مليون كاش في ايدي والله اعلم السياحه رجع امتى، اطلع اروح استثمرها في مشروع تاني بره مصر ولا حاجه. ده كان شائع، ده كان شائع ومعروف في 2011 بالذات. طبعا الحراره واللهب والغازات والدخان السناج او الهباب او الرماد او الحطب المحترق، هذه كلها هي نواتج من الحريق، ولها ما لها من اثار جانبيه على البيئه والكائنات الحيه. الغازات طبعا اخطرها غاز سي او او اكسيد الكربون. الرماد يظل ملوث بيئي لفترات طويله بعد انتهاء الحريق، يظل الرماد في حد ذاته ملوث بيئي خطير. الحرائق البترولية اللي بتحصل في محطات البترول برضو للأسف بينتج عنها غازات سامة عديدة، يعني لما يحصل نتيجة لخطأ ما حريق في محطة بترول، مش محطة بنزين يعني، لا محطة من محطات المعالجة النفطية الريفاينري، ريفاينري ستيشن، فالتأثير البيئي لهذا الحريق هيكون يعني تأثير مش في مكان المحطة، تأثير على المنطقة بالكامل. يعني الاخطر كمان لا سيما كانت على محط على بحر، وفي الغالب هذه المحطات بتكون على بحر عشان النقل بتاعها يكون مباشر عبر الموانئ البحريه، فده بيدي خطوره على البيئه البحريه بشكل كبير جدا. في قاعده نعرفها ان الهواء الساخن يصعد الى الاعلى، قاعده مهمه، الهواء الساخن يصعد الى الاعلى والهواء الابرد يكون تحت. عشان كده لما تنام على الارض تحس التكييف ضربك احسن، صح؟ الهواء تحت. طيب نفس المبدا في الحريق، دايما نقول اللي عايز ينجو ويخرج مخرج الطوارئ
ياخد الارض كده زحف، اقل مستوى على الارض زحف، لان ارتفاع الدخان دايما يكون للاعلى من السقف وانت نازل لتحت، والترتيب بتاعه من فوق لتحت بيكون اول اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون، بزيادة الكربونيه، ثاني اكسيد الكبريت، البخار الماء، ثاني الهيدروجين، الغازات الاخرى. بعد زي ما اتفقنا ان اخطرها هو اول اكسيد الكربون، لان يعني نسبته عاليه من النواتج. هذا ترتيب الحرارة، درجة حرارة منخفضة، معتدلة، العالية، الأعلى، متوسطة، يعني مش معتدلة أنا حاجة حلوة، متوسطة شوية. هنصنف الحرائق إلى حرائق الفئة ألف والفئة ب والفئة ج. يعني لو أنت بتحب تاخدها بالإنجليزي سميها معايا A B C D، A B سي دي. عايز تاخدها بالعربي الف ب ج د. فالاي بي سي دي دي هنصنفها كالاتي: A او الف هي حرائق المواد الصلبه، الاي بما لا يشمل المواد المتفجره اللي اتكلمنا عنها قبل شويه. اوكي، بما لا تشمل المواد المعدنيه القابله للاشتعال. اما بي او ب فدي حرائق المواد السائله والغازيه، المواد الملتهبه، يعني اسطوانات بوتاجاز، المواد البنزين، الكيروسين، الديزل وخلافه. الجيم اللي هي سي يعني حرائق المواد الكهربائيه الموصله بالكهرباء، الموصله تحتها خطين اللي هي اللايف، اللايف بارتس اللي في كهرباء واصله فيها. ان كان مثلا في صوره شائعه منتشره لعامل اطفاء، عسكري اطفاء بيطفي، اعتقد كان ايه، كان ترانسفورمر، كان محول كهرباء، بيطفي محول كهرباء بالميه، والصوره منتشره عن الجاهل ومش عارف ايه وكم. شوف الموضوع له زاويتين يا جماعه عشان بس نفهم الصوره دي، الموضوع له زاويتين. الزاويه الاولى هو بيطفي ايه بالظبط؟ هل المولد ده، هل المحول ده فيه زيت؟ عارفين درس كهرباء منكم المحولات انواع، والمحولات الحديثة في الوقت الحالي كلها ما فيهاش زيت، بيبقى نظام تبريد هواء، تبريد قصري. فلو ما فيش زيت في المولد في المحول فاتس اوكي، ما فيش مشكلة كده في المية، لسه جايين لحاجة تانية. هل في كهرباء؟ أنا مشكلتي في المحول حاجتين، كهرباء وزيت. أكيد يعني بديهيا ما فيش كهرباء، إن لو في كهرباء قريب بيطفي من المية كنت هتشوف ألعاب نارية كده شغالة. كنت هتشوف فعلا ألعاب نارية بتشتغل. ما فيش كهرباء. فهو الكهرباء مفصول عنه، ونوع المحول ده ما فيهوش زيت، تبريد هواء قصري، فبالتالي لا مضض من ناحيه السيفتي في استخدام الميه، ولكن هذا هيؤثر على الكفاءه التشغيليه للمحول ده، او يعني هيقضي عليه تماما يعني بعد كده مش هيشتغل تاني. لكن احنا نهدف الى ان احنا بعد نهايه الحريق نعمل حاجه اسمها الريستور. الريستور دي انك ترجع الحاجه الى وضعها وطبيعتها التشغيليه مره اخرى، وضح طبيعتها التشغيلية مرة أخرى. طبعا النوع سي ده خلاص واضح، النوع دي اللي احنا كنا نتكلم عنها اللي هي كل المواد اللي الصوديوم مثلا، الليثيوم، البوتاسيوم، هذه كلها النوع دي. طيب وين الليثيوم؟ وين أقرب مكان في ليثيوم؟ هات لي كده أقرب مكان حاول أكون جالس كده يكون في ليثيوم. نعم، البطاريات، بطارية الجوال فيها ليثيوم ولا لا؟ فيها ليثيوم، موجودة في كل مكان، في الجوال، في ألعاب مش عارف في بتاع. طب الصوديوم موجود فين الصوديوم؟ الصوديوم موجود في الحجارة بتاعة الريموت، حجارة الريموت دي اللي أنت بتشوفها في الريموت والساعة والكلام ده فيها ليثيوم، فيها آسف صوديوم. طيب الفوسفات موجود فين؟ انت لازم تبقى عندك النولج، مهمه جدا المعرفه، تكون عارف المواد اللي انت بتتعامل معاها. الفوسفات موجود فين؟ اين يمكن ان نجد الفوسفات؟ اقرب فوسفات حولك موجود فين؟ الاسمده الزراعيه، مفيش اي مزارع حواليك؟
اغلب المزارع بتستخدم اسمنت الفوسفات، حتى المزارعين كده اللي مش متعلمين عارفين اسمه فوسفات، يقول لك والله امبارح صبخت الارض بالفوسفات. هو عارف ان ده فوسفات بس ما يعرفش خطورته ايه، مش ما يعرفش يعني، هو بيعمل نفسه ما يعرفش. لاني انا وعندي كده 10 سنين كنت اشوف كده الشباب يعني الشباب المغامر الحلو الجميل ده بيجيب الاسمدة الزراعية شوية كده صغيرة يا دوب على طرف صباعه، ويخلطهم مع فتات الكبريت. كبريت مش مادة الكبريت يعني، لا احنا بنقول عليه كبريت اللي هو الثقاب المستخدمة في الاشتعال. يحط كده حته فت الثقاب اللي هي بتاعت الكبريت دي اللي هي لونها احمر من فوق، يقطعها كده بقطر ولا بأي مادة حادة آلة حادة، ويحط معاها كده شوية بس على طرف صباعه من الفوسفات. طبعا بنتكلم على الأطفال، والأطفال أحباب الله. بعد ما يجيبهم كده يحطهم في زي مكان مضغوط كومبريسور، أي لا مش كومبريسور، لا يعني يعني هو يضغطها، يحطها مثلا كده في أي حجرة كده مغلقة، ويجي ضربها كده إيه على أي حجر او اي خرسانه او اي اسفلت. حتى طبعا احد اسباب خراب الاسفلت في المنطقه والمطبات المعروفه، تسمع صوت رهيب. صنع في مصر يعني، صنع في مصر فعلا. طيب حد هنا من جنة؟ في حد من الصعيد من جنة حاضر معانا؟ مفيش حد من جنة. طبعا بتوع جنة يفتخروا بالعيد القومي للمحافظه مش في شهر مارس تقريبا كده، اللي هو لا زال حتى الآن العيد القومي. طيب عصام، ليش العيد القومي بتاع جنة؟ اللي هو إغراق السفن الفرنسية اللي كانت جاية تحتل جنة. أوكي طيب ليه، إيه اللي حصل يومها؟ المزارعين والفلاحين من كام سنة الكلام ده يا جماعة؟ الكلام ده 800، كان من حوالي داخل 300 سنة دلوقتي، يعني 280 سنة 300، جربنا يعني نقول بالتقريب نكمل 300 سنة. فالمزارعين البسطاء دول لما شافوا ان في سفن فرنسيه جايه تحتل الصعيد، لان الصعيد لم يحتل، الصعيد في مصر لم يحتل لا من بريطانيا ولا من فرنسا على عكس الشمال المصري. فشاف السفن جايه فورا جابوا الزلع تحت الميه، زلعه الميه اللي هي القله اللي بيشربوا فيها الميه دي، حشوها بالفوسفات الخام. الفوسفات الخام قبل ما يكون في مصانع اسمده ويتم تصنيع الفوسفات كان يستخرجوه من اماكن معينه من الجبل ويستخدموه كسماد للارض كده بالفطره من الجبل، حطوه وحطوه في اللي هي الجلل بتاعت الشرب بتاعت الميه دي. تمام، وحطوا الجلل دي في مراكب صغيره بتاعت صيد السمك، مراكب صغيره جدا هي دوب تشيل نفرين كده، وزرعوها كده في النيل مياه النيل وتوزعت، وربطوها اول ما جات السفن الفرنسيه جربت من السفن من المراكب اللي هي بيسموها ليها اسم كده السنبك اللي هو الصغير دوب يشيل فرد او فردين، فورا ولعوا بحبل النار في هذه السنابك الصغير، ومع ارتطامها بالمراكب الفرنسيه اشتعلت على الفور. وطبعا دي كانت المقدمه الاغلب من السفن الفرنسيه، والسفن اللي باقي خافت ورجعت انسحبت وهربت على القاهره مره ثانيه. بتكلم عن حاجه يعني جربت من 300 سنه بس كان في فهم يعني ايه بارود، وان ازاي البارود. طبعا هذا النجع سمي، او هذه المنطقه اللي حصلت فيها الحادثه من بعدها سمي بنجع البارود لان هو تم استخدام البارود فيه. فمن 300 سنه والعقليه البشريه فاهمه يعني ايه بارود، وعارفه يعني ايه حريق، وعارفه ان الميه اللي هي في النيل يعني مش هتطفي الحريق ده، وان هو لما هيولع المراكب اللي جوه الميه هتولع برضه من 300 سنه، وهو ما دخلش جامعه ولا حضر دورات سلامه ولا سيفتي ولا يعرف حاجه في الحريق بالفطره. ودي كانت المقاومه الشعبيه اللي بسببها في عيد قومي او في يوم قومي كده في جنة هناك. من نجع البارود يا عصام؟ طيب النوع دي احنا خلاص كده فهمناه اللي هي المواد هذه خطورتها. عشان كده طبعا دائما وابدا يتم التاكيد على عدم التخلص من الاجهزه الالكترونيه والبطاريات المختلفة بأنواعها المختلفة في السكراب العادي أو في الباسكت العادي أو في البلدية أو الكلام ده، لا يكون لها طرق معينة من التخلص الآمن منها، وفي محاضرات خاصة كيف يمكن التخلص من المخلفات الإلكترونية
قال لي هقول البطاريات، البطاريات المختلفة. كمان في شركات طيران كتيرة جدا بتمنع بتمنع ان احد الركاب يحط في الشنطة اللي هي بتكون تحت دي اللي بتشحنها، ان اي حد، ان اي راكب يحط في الشنطة بتتشحن اي جوال او باور بانك او حتى سكوتر اللي هو بيبقى فيه بطارية مشحونة او اي جهاز فيه بطارية، ممنوع تمام. اغلب الشركات الان يعني اعتقد خطوط السعودية واغلب الطيران السعودي بيمنع هذا الامر. نفس الشيء، لان مع الضغط المنخفض للطيارة في احتمال كبير صغير صغير مش مهم، هو ان في احتمال ان يحدث انفجار في البطارية اللي في هذه الطيارة تؤدي لانفجار الطيارة، فبيتم التركيز على منع الموضوع اللي تعمل له اليمينيشن او ازالة من البداية بمنع وجود هذه البطاريات تحت. فوق مش مشكلة، ان فوق الضغط مظبوط، يعني الضغط هو الى حد ما ظبطه معاك، او ودنك بتفتح وتقفل بس شوية الى حد ما مظبط الضغط بحيث ان انت تعرف تعيش يعني، وده مش هيكون خطر على البطاريات. وفي حتى سامسونج لما نزلت نوت من النوتات اللي نزلتها سحبته تاني من السوق، اتسحب من السوق ليه؟ علشان البطارية بتاعته كان نسبة الليثيوم فيها اعلى من اعلى من المصرح فيه، وده هيؤدي الى ممكن احتمالية انفجار البطارية في الجوال. خلاص اتفقنا على النوع ايه، ان هو مواد صلبة قابلة للاشتعال، حرق عادية ما فيهاش خطورة لدرجة كبيرة، لدرجة ان ممكن اطفيها بالمية، شوية مية كده رشها خلاص. وده يعني ده اللي مخلي الموضوع سهل، طالما ان المية مية موجودة في كل مكان، هفتح الحنفية هنزل مية بس، فده بيخليها سهلة. طبعا ده يشمل معاك الكرتون والورق القماش البلاستيك الخشب، الحاجات دي كلها ممكن تطفاها بالميه بشكل مباشر. اما النوع بي او بي فدي حرائق المواد البتروليه سريعه الاشتعال زي مشتقات البترول المختلفه، صناعة الغاز اللي في البيت. طبعا الصوره فاتت قديمه يعني، فهي موجود فيها طاسه الزيت، لكن خلاص الزيت ما عادش من نوع من نوع بي، الزيت كده احنا خلاص طلعناه من نوع به خالص، الزيت اللي هو زيت الطعام يعني، والدهون والشحوم الحيوانيه والنباتيه اللي في المطبخ عندك دي خلاص. الكود الجديد اداها تصنيف لوحدها، شالها من به اللي هي بي. حد يعرف حطها في كام دلوقتي؟ وما سرشوا اعرفوها، الزيوت والشحوم النباتيه والحيوانيه تقع فين حاليا، في اي تصنيف؟ طيب ليه انت عارفه حرائق السي والياجيم يعني، دي المواد الكهربائية الموصلة في التيار الكهربائي، لان هي لو شلت منها التوصيل، برافو يا ذكريات، فعلا النوع كاف او كي. خلاص عرفنا الحرائق اللي هي جيم دي كهرباء، طبعا بالانجليزي اللي هي سي سي. طيب كان مرة احد المتدربين وقف لي قال لا معلش في حاجة، الحرائق دي ما اسمهاش سي اسمها اي. فانا اقول له يا عم سي، يقول لي لا اي. فاحنا صدنا سي واي والمحاضره هتخلص. قلت له طب انت شفتها فين اي دي؟ قال لي انا في احد الكتب البريطانيه. قلت له وقف، بريطانيه يبقى انت كده ايه سوء تفاهم، لان بريطانيا طبعا مملكه عظمى يعني، ولا تغيب عنها الشمس وحركات كده، فما يحبوش يمشوا مع بقيه دول العالم. امريكا لما بتطلع ستاندرد ما بتسموهوش نظام امريكي، ما بتسموهوش ستاندرد امريكي، بتسميه انترناشونال ستاندرد. هم كده يعني اي حاجه امريكا بتعملها يعني ما بتسميهاش باسمها، بتسميها بانترناشونال، عالمي او دولي، بيعتبر ان هم كده عايشين كده بتجرد الحياه لوجه الله كده، بيعملوا كده ستاندرد للعالم، يقول اتفضل يا عالم خد الستاندرد بتاعك. منها الستاندرد بتاعنا في التصنيف اللي هو اي بي سي دي، دي امريكا. لكن قبل ما تكون في اصلا حاجه اسمها امريكا، بريطانيا موجوده وهم الاكثر تقدما سابقا يعني، فكان ليهم تصنيف في كل حاجه. بريطانيا بيصنفوا الحرائق بشكل في اختلاف عن النظام الامريكي المعتاد، فبيسمي الكهرباء من الكتريك، الكتريك اولها حرف الاي صح، فبيديها تصنيف اي، هتلاقي عنده كهرباء حرف الاي. فاحنا مالناش دعوه بالتصنيف البريطاني، احنا بنشتغل على التصنيف الدولي اللي هو يعني امريكا اصلا، والدولي اداها حرف السي. فلو انت بتشتري طفايه من بريطانيا او من اي دوله
ماشية بنظام بريطاني هتجد انه كاتب عليها حرف الاي وليس حرف السي. طيب النوع دي او دال احنا اتفقنا ان دي مواد معدنيه قابله للاشتعال، بتكون على شكل مساحيق باودر كده خطير برودي يعني من الاخر، وده يعني مش عارف اوصف لك ازاي ممكن تطفيه لان حتى انا نفسي ما اعرفش. فاحنا لازم نحذر من هذه المعادن زي المغنيسيوم والتيتانيوم والزركونيوم والصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم والكالسيوم والزنك. هذه كلها معادن خطيره، في حال وجدت في احد المصانع او الورش يجب يعني مش عارف اقول له هيعمل ايه في الحاله دي، بس ان هو اهم حاجه ان يتوقع ان يحدث حريق، ان قد يحدث حريق ضخم بسبب تواجد هذه المعادن المشتعله. ايه الهدف الغرض او ايش الهدف او الغرض من تصنيف وتقسيم الحرائق الى فئات؟ معرفه مكونات وتركيبات وقود كل فئه. لحظه بس معلش استاذنكم في حاجة صغيرة، بوت شير عد الحاجة. اوكي تمام بس كده تمام. ف عايزين نعرف كل ماده من المواد تبع اي كاتيجوري او اي مجموعه من المجموعات المختلفه اللي احنا ناقشناهم، وبناء على هذا التصنيف يتم اقتراح ووضع الماده الاطفائيه المناسبه لهذه الفئه. تخيل ان عندك كهرباء وانت رشيت عليها ميه، ماده كهربائيه مشتعله وانت رشيتها بميه، أو مادة ملتهبة وأنت رشيتها بمية. فلا الهدف من ده نحن نحدد منه. كمان أنت لازم تعرف إيش المخاطر الثانوية المصاحبة والمرادفة لاشتعال هذه المادة. العمل على اتقاء المخاطر الناجمة عن وقود كل فئة. هذه كلها يعني الدوافع لوجود تصنيف المواد المشتعلة. طيب إزاي أتعامل مع هذه المواد المشتعلة وفقا لتصنيفها؟ كم طريقة عندي من طرق الإطفاء؟ حد عارف ثلاث طرق مستخدمة في الإطفاء؟ في ثلاث طرق للإطفاء، A و A و A و A و B و B و B و B. إيه الطرق؟ التبريد، إيه كمان؟ الخنق، التجويع. ثلاث طرق دي ناخدهم واحدة واحدة ونشوف كل مجموعه من المجموعات اللي احنا قسمناها في الاي والبي والسي والدي هينفع. طبعا في الكي كمان معانا، هينفع تكون في اي طريقه من طرق الاطفاء. التبريد يعني ازاحه الحراره، يعني احنا اتفقنا ان الثلاث حاجات دول اللي هم الحراره والماده المشتعله والاكسجين لازم يكونوا عندي بالقدر الكافي ان يحصل حريق، ولو واحده من الثلاثه راحت ما فيش حريق، يسمونه المثلث، مثلث الحريق. لو واحده من ثلاثه راحت خلاص ما فيش حريق. فانا بشتغل على اني اطير واحده، فلما اتكلم عن التبريد فبديني بطير الحراره. الحراره مش عايز حراره، عايز اخلي درجه حراره المكان او الماده المشتعله اقل من ان يحدث الحريق، اقل من ان يحدث الحريق. طبعا ايه احلى حاجه ممكن تستخدم في التبريد؟ انت لما بتكون حران بتنزل تاخد دش صح؟ فالتبريد، فدايما الميه بتكون هي احد يعني بتكون هي اسهل وسائل التبريد، الميه هي اسهل وسائل التبريد. طبعا مش بس الميه، ايه كمان؟ ايه كمان غير الميه؟ الميه مش هينفع استخدمها في المواد البتروليه، وعايز ابرد المواد البتروليه. يعني عايز ابرد المواد البتروليه ومش عايز ميه، استخدم ايه؟ تمام؟ لا مش الرمل، انا هبرد، انا ببرد ماده بتروليه مشتعله عايز ابردها. ايوه برافو يا ذكريات، الرغوه او الفوم. فانا محتاج ان انا
استخدم مادة تبرد ومش مية، فهي الرغوة او الفرن. تاني طريقة عندي في الإطفاء هي الخنق. الخنق تخنق الواحد، يعني تمنع وصول الأكسجين للرئتين، مش ده الخنق؟ فأنت بتمنع وصول الأكسجين للرئتين اللي هو الحريق، رئة الحريق نفسها مش عايز. طب أنا إزاي أمنع الأكسجين أن يوصل للمادة المشتعلة؟ أمنع الأكسجين أن يوصل للمادة المشتعلة بأسلوبين. إذن الخنق كخنق له أسلوبين، طريقتين في الخنق. الطريقة الأولى انك تديله ايه، الغاز اللي ما بيحبوش وما بيجتمعش معاه في مكان واحد، ما بيجتمعش معاه في مكان واحد، توم وجيري، اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. تمام. الطريقه الثانيه انك تعمل طبقه حاجبه تحجب الماده المشتعله للاكسجين، زي مثلا البودره. طفيت البودره، بتعمل طبقه بودره فوق الماده المشتعله، فبتحجب الاكسجين عن الماده المشتعله. البطانيه، لما بيكون واحد مشتعل بيلفوه بطانيه، او عندك حاجه مشتعله بتلفها بطانيه، البطانيه دي بتحجب الماده المشتعله عن الحريق. حتى ان الفوم اللي هو بيبرد بيكون له دور برضه في الخنق، ان هو بيعمل طبقه فوم فوق ماده مشتعله بيحجبها عن الحريق. فده الحجب اللي هو احد طرق الخنق. شوف كده البرميل ده برميل مشتعل. انا بس كل اللي هعمله ان انا اغطيه. لو غطيته ايه اللي هيحصل؟ اديني احتمالاتك اللي هيحصل. هيحصل ايه؟ فعلا الرمل عزل برضه، هيعمل طبقة عزل. ايه الاحتمالات اللي ممكن تحصل معايا؟ هم احتمالين. الاحتمال الاول ضغط وانفجار. ليه ضغط وانفجار؟ جاي من فين؟ جاي ان احنا اتفقنا ان في غازات ناتجه عن الحريق. لو الغازات الناتجه عن الحريق دي يعني المكان ما كفهاش واتخنقت واتضاقت، مش هتسيبنا في حالنا. انتوا بتكتموني يا اولاد التيت في التيت، دي متفجره فيكم اهو. ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني لا، ان ما يحصلش الضغط والانفجار ده والحريق هيخلص، لان ما فيش اكسجين فيخلص. فانت تبقى بين نارين، ان انت خايف تكفله بالطريقه دي فيحدث انفجار، وبين ان انت عايز تكفله عشان تحجب عن الاكسجين. فدايما وابدا نوصي بانك لما تحط الغطاء ما تحطوش من فوق لتحت، ما تحطوش من فوق لتحت، تحطه بالجنب. لكن لو حطيته من فوق لتحت هتنزل الغازات اللي هي اصلا كانت طالعه وماشيه، هتنزلها لتحت معاك، فده هيؤدي الى احتباسها وان هي هتزنق في المكان. اوكي. فانت دايما وابدا لما تحط الغطاء حطه كده. حتى كنا ندرب ربات البيوت، كنا ندربهم على اطفاء الحرائق المنزليه، من ضمنها حرائق المطبخ. لو طاسه الزيت مشتعله، في كذا طريقه ممكن اطفي بيها طاسه الزيت المشتعله، في كذا طريقه. من ضمن هذه الطرق ايش كده؟ اني بجيب الغطاء، اي غطاء اي حاجه كده، وبحطه بالجنب بعديه بشويش على الطاسه. طبعا الطاسه ما فيهاش عمق، دي ميزه يعني ما فيهاش عمق. فانا بحاول اني انزل بالمستوى بتاع الغطا ده، انا وبحطه باقل مستوى يا دوب لامس، واجي مغطي الطاسه حاطط فيه ما فيش مشكله. لكن لو ما عملتش كده وجبتها من فوق، بدخل معايا او بنزل معايا وانا بحط الغطا يعني مكعب من الهواء، اللي هو برضه هيكون فيه اكسجين وهيكون فيه الغازات اللي هي ناتجه عن الاشتعال اصلا. التجويع، حيوان النار لو ما لقيتش حاجه تاكلها هتموت في الجوع، يا اما في ماده مشتعله اذا الحريق مستمر. فانا بجوع النار يعني بمنع عنها ايه، بمنع عنها اللي هي الماده القابله للاشتعال كزياده. ده التجويع، ان امنع عنها كده. حتى في حريق الغابات بيعمل تجويع، ان يعني هو احيانا بيولع النار بالعكس اتجاه النار المشتعله، يولع النار في العكس، فبالتالي هيضمن ان النار وهي ماشيه مش هتلاقي حاجه تاكلها فهتطفي. برضه لو عندي مستودع،
احاول بقدر الامكان اني اعمل ازاله للمواد قابله للاشتعال الموجوده في المستودع قبل النار توصلها، عشان النار ما تلاقيش حاجه فتنتهي. وغالبا النار لما خلاص ما يعني ما فيش حاجه بنعملها معاها، بنحاول ان احنا نقلل حجم الماده المشتعله واكبر باقل قدر ممكن لحد ما تطفي لوحدها وخلاص. طيب في ابار الكويت عام 1991 اثناء انسحاب الغزو العراقي تم تفجير ابار الكويت، حد فاكر تم اطفاء الابار دي ازاي؟ زي ما هو ظاهر قدامكم على الشاشه. طبعا هو في العادي هيستخدم حاجه بيسموها مدافع الفوم، دي مدافع كده يعني موصل على مضخات بتسحب من خزانات فوم بتكون مجروره على عربيات كده معينه، والخزانات منتقله بتتجر على العربيه برضو، والمضخه بتسحب من خزان ومدفع الفوم بيدفع الفوم باتجاه اللي هو الماده البتروليه المشتعله. ده العادي، ده العادي. لكن لما بتكلم عن ابار كامله مشتعله فالموضوع مش سهل، الموضوع كارثي، ابار ورا بعض مش بير واحد يعني. فالموضوع هنا ان حجم الغازات الناتجه واللهب والدخان اللي بيحجب الرؤيه، مهما يعني حتى فرق الاطفاء الامريكيه اللي وصلت في الاول كانوا مجهزين ببدل، البدل دي معزوله يعني مش هيحس بالحراره اللي حواليه، ولابس خوذه زي رائد الفضاء كده بالظبط، وكل حاجه يعني موفرين لكل البي بي اي اللي هم محتاجه، والبدله هذه مقاومه للحريق اصلا ما بتشتعلش يعني الماده غير مشتعله وكل حاجه، بس مش عارفين مش قادرين. لم ينجحوا في اطفاء حرائق الغازات حرائق الابار البترول هذه الا لما جاء سلاح الجو الفرنسي، هي وقتها يعني ما فاكر ضرب قنابل صوت فوق الابار المشتعله بالظبط، نزل قنابل صوت ضربت في الهواء بحيث يعمل فصل بين لسان اللهب المشتعل ومركز الاشتعال، فده هيأخر الحريق، وهو الحريق مش هيطفي طبعا في الحاله دي، بس حجمه هينزل جدا، هيدي فرصه للاطفاء اليدوي بمدافع الفوم اللي هي بتدفع الفوم من على مسافه كبيره ان هو يتعامل، لان هو مش عارف يتعامل الا لما الخطر يقل شويه. نعم الخلخله اللي هي بتقطع عمود الهواء زي لما تضرب قنبله صوت في مظاهره من المظاهرات، حد فيكم نزل مظاهرات قبل كده عشان ابلغ عليه؟ بيرموا في مظاهرات قنابل صوت، او بيقول لك عليه ضربها مش عارف يقول لك قنابل تفريق المتظاهرين، بتكون قنابل صوت لما بتضرب ما بتجيش على حد، هي بتيجي في الهواء كده فبتعمل خلخله في الهواء، ما بتضربش على حد معين يعني، لا بتعمل خلخله في الهواء، فانت بتحس ان انت يغمى عليك كده من الهواء، ترجيت وترمي على الارض، تلاقي نفسك اترميت على الارض كده طرت مترين قدام بسبب الخلخله الهوائيه اللي حصلت. دي التهويه، والتهويه دايما بنحاول نخرج فيها الهواء الساخن وغازات السامه من المبنى. طب انا عشان استخدم التهويه بستخدمها فين؟ ما هي المواقع التي يتم استخدام التهوية وما هي أنواع التهوية؟ التهوية نوعين يا جماعة، في تهوية موجبة وتهوية سالبة. لو أنا عايز أدي له هواء نقي، طالما بدي هواء نقي إذن موجبة، التهوية موجبة بدي هواء، دي بتكون دائما مراوح ميكانيكية يعني دفع هواء ميكانيكي أعلى أسطح سلالم الخروج، سلالم الطوارئ فوق السطح كده من فوق، بركب له مروحة بتدفع له هواء، تدي له هواء نقي عشان ما تخنكش. اما النوع الثاني اللي هو سحب الدخان، ودي تهويه سالبه يعني بتسحب هواء من جوه. التهويه السالبه دي هنا بتكون في الاماكن اللي زي القبو اللي هو الجراش او البدروم، هو كده احنا قلنا الدخان بينزل لتحت، اسف عفوا الدخان بيطلع لفوق، معذره اللخبطه، بس الدخان بيطلع لفوق تمام، الدخان بيطلع لفوق، فبالتالي انا عايز اسحب، عايز اديله من فوق هواء موجب، اللي هو كده كده انا عارف ان الهواء الموجب اللي هديه له ده هينزل لتحت، هواء بارد هينزل لتحت تمام، وفي نفس الوقت عايز اسحب الهواء اللي موجود في القبو ده عشان ما يطلعش لفوق، فانا محتاج تدخل ميكانيكي بمراوح سحب هواء
من اماكن القبو وماخر الاماكن اللي قد يكون هناك فيها تكدس من الدخان. طبعا دي مجالات الطوارئ يعني. اوكي، فاحنا قلنا التهويه اخراج الدخان والهواء الساخن والغازات السامه من المباني المحترقه او الاماكن المحصوره اللي يحل محلها الهواء النقي البارد. طبعا في عندي حاجه اسمها التهويه الراسيه، ودي اللي هي بتكون على سلالم الطوارئ. في عندي التهويه بعد الطوارئ من فوق لتحت، التهويه الافقيه، ودي بتكون عندي على النوافذ، النافذه كده من بره بتدي له هواء فريش اير جاي له بالجنب مش جاي له من فوق. ودايما التهويه الافقيه بيتم مراجعه اتجاه الريح فيها، بيتم مراجعه اتجاه الريح. طبعا التهويه الطبيعيه لما بتلاقي الدفاع المدني بيكسر في النوافذ، بيكسر في الشبابيك، بيفتح بيدخل لك هواء فريش من بره. والتهويه الميكانيكيه اللي هي مراوح التهويه المختلفه اللي هي بتشتغل بالكهرباء او بالديزل او اي مكان، لادخال هواء قصري من الخارج بشكل قصري. اشكال مختلفه من المراوح. طبعا احنا بنحدد الحريق انتشر ازاي. الحريق بينتشر اما في درج المصاعد او درج اللي هي السلالم او المصاعد نفسها بشكل راسي من فوق لتحت او من تحت لفوق. تاني حاجة ده انتشار رأسي للحريق. عندي انتشار أفقي، وده بيحصل نتيجة لانهيار الجدران أو الفواصل. في أحيانا الجدران والفواصل بيكون من الجبسون بورد. الجبسون بورد ما بيتحملش الحريق فبينتقل بينهار، وينتقل الحريق بشكل أفقي. وأيضا عندي دكتات التكييف، الدكت اللي هو مجاري الهواء بتاع التكييف، دي أحد أسباب انتقال الحريق. طيب كتحكم هندسي، كأسلوب للتحكم الهندسي في مخاطر الحريق وانتشارها في مجاري الهواء، ممكن نعمل ايه؟ يعني ممكن نعمل ايه كتحكم هندسي لمنع انتشار الحريق في مجاري الهواء او الدكت في المباني؟ حد عنده اقتراح؟ في اي اقتراح؟ مش مهندسين، الناس اللي بتشتغل في المشاريع والمقاولات، نعمل ايه علشان نحجب انتشار الحريق فيها؟ أنا بتكلم عن مجاري الهواء. مفيش مهندسين معانا في المحاضرة خالص؟ أيوه، بركب حاجة اسمها الفاير دامبر. الفاير دامبر، والفاير دامبر ده بيكون متوصل بحاجة اسمها داكت ماونتد سموك ديتكتور. الداكت من اسمه كده، داكت يعني بيركب في الداكت، ماونتد يعني راكب جواه، سموك ديتكتور يعني كاشف دخان. كاشف الدخان بمجرد ما يستشعر دخان بيمر في الداكت بيدي اشاره اوتوماتيك للدمبر ان هو يقفل. والدمبر ده من اسمه كده دامبنج، ان هو بيقفل لي المجرى كامل، فبالتالي مش هيكون في انتقال للدخان او لاي من نواتج الحريق داخل هذا المجرى لو مجاري الهواء. شكرا باشمهندس، مهندس ياسر، مهندس شوقي. وكذلك النوافذ والفتحات الخارجية ممكن تكون سبب في انتقال الحريق ما بين مواقع المبنى المختلفة. الأسقف والأرضيات برضو قد تنهار، اللي هي الارضيات الخشبيه، الباركيه. الباركيه لازم يكون معاه شهاده، والكلادنج الخارجي للمبنى يكون معاه شهاده، واي مواد جبسيه يكون معاه شهاده. هذه الشهاده بتكون من طرف ثالث او ثيرد بارتي، اتعمل لها اختبار بانها مقاومه للحريق. لو مش مقاومه للحريق ما ينفعش انها تركب. نفس الكلام على الدهان. الدهان فقط، الدهان المستخدم في الابواب اللي هي ابواب الشقق، ابواب الغرف الفندقيه، ابواب المكاتب، لازم نوع الدهان اللي بيكون راكب يكون دهان واقي للحريق، معاه شهاده بكده ان الدهان ده يعني عازل للحريق او مقاوم للحريق. هنتكلم عن طفيات الحريق. الطفيات،
طبعا فقرة الدور يا باشمهندس حاجة تانية. فقرة الدور ده بيكون خاص لمخارج الطوارئ. فقرة الدور خاص مخارج الطوارئ، هتلاقي دايما لما يكون في دار في باب طوارئ اسمه فقرة الدور. لكن انا بتكلم عن الابواب العادية، الابواب الخشبية بتاعتنا. الابواب الخشبية دي بتكون مطلية بدهان، هذا الدهان مقاوم للحريق. بينما فقرة الدور بيكون الباب نفسه غير قابل للاشتعال وليس الدهان، ويكون مصمم ويفتح في اتجاه واحد، يعني الباب في اتجاه واحد من الداخل الى الخارج، الخارج ما يدخلش منه. الطفايات، انواع الطفايات المختلفه، هنصنف الطفايات وفقا لنفس التصنيف بتاع الماده المشتعله. يعني الطفايه عندي تصنيف ايه؟ في طفايه ايه؟ في طفاية، هل في طفاية اسمها طفاية ايه؟ حد سمع عنها؟ هل في طفاية اسمها طفاية ايه؟ طيب في طفاية ايه؟ نعم، طفاية الماء. الطفايات المائية يكون فيها مية، والمية اللي جوه الطفاية دي مضغوطة على ضغط 12 بار، ضغط المية داخل الطفاية 12 بار. فأنت لما بتضغط على يسموه السكويز بتاعها، السكويز بيطلع لك المية من الطفاية مضغوطة، زي فكرة المسدس المية والبتاع اللي بيروح على الشواطئ وحمامات السباحة بيلعبوا بالمية، نفس الفكرة. دي طفاية ايه؟ زي مكتوب على الطفاية من بره ايه فقط، حرف الايه، حرف الايه فقط. طيب هل في طفايه بي؟ هل في طفايه بي؟ مفيش طفايه بي فقط، مفيش طفايه بي فقط، اسمها اي بي، لان اللي هيخليها تنفع لبي هيخليها تنفع لايه، فبيكون الطفايه اسمها اي بي، مش إيه مش بي، يعني مش هتبقى لها بي فقط، هتبقى لها اي بي. ودي طفاية الرغوة أو الفوم، إي بي أو الرغوة والفوم. طيب هل عندي طفاية سي؟ هل عندي طفاية سي؟ اللي هي طفاية إيه؟ لا، سي فقط ربط. نعم، ثاني أكسيد الكربون، طفاية ثاني أكسيد الكربون. طيب أنا لو عايز أخد الـ A والـ B والـ C مع بعض، هل ممكن؟ نعم ممكن، يمكن أن أخد الـ A والـ B والـ C مع بعض، أسميها ABC Multi Purpose أو متعددة الأغراض، ودي اللي هي طفاية البودرة. وميزة طفاية البودرة في إن هي بتشتغل في الثلاث أنواع دي في وقت واحد، الـ A والـ B والـ C. دي الميزة الفعلية لطفاية البودرة، مش حاجة تانية. طفاية البودرة منتشرة وماشية وكده علشان هي سهلة في الاستخدام، وعلشان هي بتستخدم في ثلاث أنواع في وقت واحد A B C. مش فاهم وانت تستخدم سؤال، تقريبا اللغة إنجليزي وعربي، فترتيب الحروف وترتيب الكلمات تغير معاك. حابب توضح حاجة؟ طيب شوية خلص السلايد دي، ممكن اديلك المايك عشان افهم منك بس ان من الكتابة مش ما فهمتش بصراحة الجملة. تمييز بين الطفايات بشكل عام، هتلاحظ عشان تراجل يعني انسبكتور او فحص اشتغل في اي مكان سلامه، هتلاحظ ان طفايات ثاني اكسيد الكربون ما بيكونش عليها مؤشر ضغط ابدا، لا يمكن تلاقي مؤشر ضغط على اسطوانه ثاني اكسيد الكربون قاعده عامه. ويعني يفضل دايما ان اسطوانه ثاني اكسيد الكربون يا اما تكون خفيفه، يعني بحد اقصى مثلا 4.5 كيلو اكبر حاجه المفروض، يعني طبعا هو في متوفر 6 كيلو في كذا في كذا، بس دايما ينصح من خبراء السلامه ان طفايه ثاني اكسيد الكربون
تكون خفيفة 4.5 كيلو. لو عايز عندك مثلا حجم كبير من لوحات الكهرباء او كده، فممكن تجيب الطفاية المجرورة اللي هي على كفرات على العجل، تمام. طيب لو عايز اميز بيها بالالوان، هل يقدر اميز بالالوان؟ نعم، دايما هتلاقي ان طفاية ثاني اكسيد الكربون حوالين الطفاية ما بيدور لون يعني زي شريط كده دهان، يعني دهان على شكل شريط لونه اسود. طفاية ثاني اكسيد الكربون هتلاقي حواليها كده داير ما يدور لونها اسود، لا يركز فيها. طيب عندك طفاية الأكسجين، أكسجين بس عندك طفاية البودرة لونها إيه؟ حد خد باله؟ اللون الأسود يا باشمهندس طفاية ثاني أكسيد الكربون. أي دور حواليك على أي طفاية وشوف البودرة، حد انتبهنا؟ طيب بما إن البودرة هي المنتشرة في كل مكان وهي الموجودة، دوروا عليها أنتم مش هقولها. عندك كمان طفايات الفوم، هتلاقي ان الفوم حواليها بيج، لون البيج ده كريمي كراميل، ده الفوم. ايوه برافو يا عم ياسر، لون الازرق، شاطر، تمام. دي العلامات والرموز، اتفقنا ان العلامات والرموز هذه A ميه، A B فوم، A B C بودرة. دي الثلاث انواع المنتشره للطفايه. طبعا في سي اللي هي ثاني اكسيد الكربون، واحيانا بيحطوا معاها بي. بس هي مشكله ثاني اكسيد الكربون كوتيره اطفاء او كنوع طفايات، لا الطفايات كلها لونها احمر، الطفايات كلها لونها احمر، مفيش طفايه لونها مش احمر، ولكن بيكون في زي تيب دائري كده حوالين ما يدور الطفايه بيدينا لون معين اعرف منه نوع الطفايه. اللي انا كنت بقوله الان الحروف، ان احيانا بتلاقي برضو ثاني اكسيد الكربون تلاقي مكتوب عليها بي سي، يعني هي تنفع مع المواد البتروليه اللي هي كده. بس الفكره ان ثاني اكسيد الكربون في مشاكل في استخدامه كطفايه، كنوع طفايه، ان انت لازم تجرب من مكان الحريق على بعد متر مثلا، ابعد من متر مش هيكون لها فاعليه. لكن البودره مفيش مشكله، البودره معاك مترين ثلاثه مفيش مشكله، اوكي. لكن ثاني اكسيد الكربون لازم تجرب من مكان الحريق. طبعا دي طفايات الميه، عندك طفايه دي اللي هي كانت قديمه الاستانستيل، وبيكون لها استانستيل علشان تتحمل الميه، لان اللون لان الحديد العادي هيتاكل من الميه وهيحصل له صدى وهيتاكل، فكان دايما يكون لها استانستيل لحد ما بدا ان هو يكون لها اللي هو لحد ما يكون لحد ما بدا الاستخدام بتاعها يكون من الحديد المعالج. فهي دايما يكون لونها فضي ستانلس سيلفر او لونها احمر. مميزاتها يا جماعه كطفايه ان هي سهله في الاستعمال والتعبئه، بتتعبى بسهوله، ميه مضغوطه خفيف في الوزن، سهله في الصيانه وقليل التكاليف، وما فيهاش سميه. طبعا الناتج بتاعها ما فيهوش اي مشاكل ولا في اي سميه تذكر كناتج عن الاستخدام، ولكنها لا تناسب الا نوع A او B فقط، A او الف عفوا، انا مش عارف قلت B دي بالغلط، لا تناسب الا نوع A او الف فقط، ايه او الف فقط. والدول اللي هي درجه حرارتها منخفضه زي كندا والساحل الشمالي عفوا القطب الشمالي، او الدول اللي هي في الاسكندنافيه او غيرها، اغلب الشتاء بيكون التجمد عندهم هو اللي سائد، فممكن الميه اللي داخل الطفايه يحصل لها تجمد، وتحتاج الى حمايه ضد التجمد زي ما قلنا اكدنا عليها. هي طبعا موصل الكهرباء فمش هينفع تستخدمها في الكهرباء، وبيؤدي الى صدأ في الطفايه مع طول مده الاستخدام. الرغوه، ده الشكل القديم للرغوه، قديما كانت لون كريمي بيج كده، فلا حديثا بقت الطفايات كلها لونها احمر، وتلاقي فيه ده حوالين الطفايه جسم الطفايه كده تيجي حوالين جسم الطفايه كده بدور لون نفس اللون ده اللي بالظبط لون كريمي او البيج، ومش تشتغل زي ما قلنا على الخنق والتبريد. الخنق لان الرغوه بتحجب ماده مشتعله عن الاكسجين،
والتبريد، لان انت الرغوه بتعمل تبريد في ماده نفسها بتعمل الميه بالظبط نفس الفكره. طبعا هي سهله في الاستخدام ومقاومه للحراره، قادره على التمدد السريع، وتختلط بسهوله مع الميه، ولا تمتزج بالوقود عكس ما بيحصل في الميه. ولكن المشاكل اللي فيها نفس مشكله التجمد هي، وايضا هي موصله للتيار الكهربائي. الفوم هيكون في ميه فهو ايضا موصل للتيار الكهربائي. النوع الثالث عندي اللي هو البودرة، وهو النوع الأكثر انتشارا. زمان في الأول قديما كان لونه بنفس اللون ده، لون أزرق، لكن خلاص أصبحت لون أحمر وحواليها دايرة زرقاء بنفس اللون ده بالظبط. طبعا ميزة البودرة إن هي بتشتغل على 3 أنواع مش نوع واحد، A B C. بتشتغل على حجب الأكسجين على النار إن هي بتعمل طبقة بودرة فوقه، وحتى بالنسبة للزيوت نفس الفكرة، بتحجب الزيوت عن الأكسجين في الهواء الخارجي. ولكن الزيوت الآن يا جماعة هي والشحوم والمواد المطبخية هذه كلها صار لها نوع خاص اللي هو K. ولكن قيودها بتعمل ضباب فبتحجب الرؤية، ومش هتستخدم كتبريد، يعني مش التبريد سريع في الإطفاء. وإذا ما قلنا مش فعالة بشكل قوي، ممكن تشوف كده يتهيأ لك إنك طفيت الحريق وخلصته، وتمشي تلاقي ان الحريق رجع تاني، لان الفوق لان البودره بتطير مع الهواء، الهواء ياخدها فالحريق يرجع مره تانية. عندك طفايه ثاني اكسيد الكربون، ودي زي ما قلنا مين لي خاصه بالتيار الكهربائي والحركه الكهربائيه الناتجه. وطبعا مميزاتها ان هو غاز لا يساعد الاشتعال ولا يترك رواسب او اثار بعد الاشتعال، على عكس الميه. الميه لما بتستخدمها بتقعد تعالج في اثار الميه هذه لفترات طويله، وتشوف حل في الميه والاثار اللي نتجت عن الميه. وكذلك البودره، البودره بتخلي المكان كله بودره كده، تقعد تنظف فيه وكده. لكن لا، الاكسيد بتاع ده عفوا اكسيد الكربون كطفايه سريعه جدا في الاطفاء، وغير موصل للكهرباء وغير سامه، ولا يسبب صدف الطفايه نفسها وتاكل زي ما بتسبب الميه تاكل، ويصل الى الشقوق والفتحات الصغيره. وايضا احيانا بيتم استخدامه على نطاق اوتوماتيكي. يعني ايه اوتوماتيكي؟ يعني طفايه ثاني اكسيد الكربون او الاسطوانه بتكون بالفعل موصله على مواسير، بتاخد اشاره من لوحه التحكم اوتوماتيكي ان هو يفتح المحبس بتاع الطفايه، محبس كهرباء السولونويد فالف، يفتح اوتوماتيك محبس الطفايه فيغذي المواسير اللي ماشيه دي، يغذيها بغاز ثاني اكسيد الكربون بما يؤدي الى الاطفاء. ده نظام اوتوماتيكي كغاز ثاني اكسيد الكربون، يعني هو مش بس يدوي كمان بيجي اوتوماتيكي. طبعا البودره كنا بنتكلم عنها من شويه، مشكلتها في الصيانه او في الطفايات بشكل عام، مشكلتها في الصيانه بس البودره بالذات، يعني بيلعبوا فيها بسهوله عكس حاجات تانية. هو المفروض ان كل 6 شهور بيكون انت متعاقد مع شركه طفايات، بتروح تجمع الطفايات اللي عندك وتعمل لها اعاده تعبئه وترجعها لك مره ثانيه. فهو فعليا للاسف، للاسف الضمير رايح الحاجات دي فيها غش وخداع، ان هو ما بيعملش اعاده تعبئه، بيروح يحط لك زي ملح، ملح خفيف وانت مش شايف حاجه. الملح الخفيف ده بيبقى مع مرور الوقت، يعني شهور وتعدي عليه، بيبقى في الطفايه كده اكنه لكه، اكنه حاجه كده. شفت الملح لما بتحطه كده في المطبخ عندك لفترات طويله بيحصل له ايه؟ بيتجمد، يمسك في بعضه ازاي؟ نفس الشيء بيحصل للملح اللي جوه الطفايه. فبالتالي الطفايه ملهاش قيمه، خلاص خربت باظت بسبب عدم وجود ضمير ووعي ايضا في نفس الوقت من الجهه المشرفه والجهه المستلمه للطفايات بعد اعاده تعبئتها. المفروض تجرب تاخد حاجات عشوائي منها وتعملها تجربه بشكل مباشر. ثاني اكسيد الكربون مشاكله وقيوده تكمن في ان هو هيصعب فيه التنفس. يعني لو انت فتحت ثاني اكسيد الكربون او عملته بكميه كبيره في مكان مغلق هيصعب التنفس، هيؤدي الى اختناق، هيؤدي الى اختناق. هل تم منع استخدامها حاليا؟ فمش هتكلم عنها، ان وفقا للاتفاقيات البيئيه واتفاقيات المناخ تم حظر استخدام طفايات الهلو.
هنتكلم ازاي استخدم الطفايه طبعا. ال اف ام 200 هو غاز بديل لثاني اكسيد الكربون. غاز ال اف ام 200 هو غاز بديل لثاني اكسيد الكربون بيستخدم للحد من الاثار الناتجه عن ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون بسبب اختناق في بشكل فوري، يعني مجرد بتفتحه الاشخاص اللي هيشموه هيختنقوا بشكل مباشر. لكن الاف ام 200 لا، اقل في نسبه الاختناق بتاعته، هيعمل ديلي فهيدي فرصة للناس اللي هتهرب من الغرفة قبل تدخل. خطوات استخدام الطفاية بشكل مباشر، أول خطوة سحب مسمار الأمان، اسحب مسمار الأمان ويسموها بل أو اسحب بي يو ال ال. اتفقنا على سحب مسمار الامان. تاني خطوه تنجل الطفايه بايدك كده، تشيلها وتروح بيها لمكان الحريق، ودايما رج الطفايه عشان تتاكد ان هي شغاله بشكل مباشر قبل ما تتورط وتلاقي نفسك جربت من الحريق ومش عارف ترجع ومش عارف تهرب والطفايه مش شغاله معاك. اترك بعد نهايه الحريق او اثناء ما انت بتطفي، اعمل حسابك في جزء امان ليك انت وانت طالع من مكان الحريق عشان تهرب بيه في الطفايه، ما تهلكش الطفايه كلها، ما تخلصهاش كلها بالكامل. دايما اتاكد ان انت وبتطفي بطفايه البودره بالذات او ثاني اكسيد الكربون لازم تكون ماشي مع اتجاه الريح، بحيث يكون اتجاهك اتجاه تدفق الغاز او البودره مع نفس اتجاه الريح. خفض القامه ان توجه لمكان حريق، يعني تكون منحني شويه عشان تركز على مكان اللهب، وتوجه المادة الإطفائية إلى قاعة اللهب زي مثل الحريص اللي هو في الصورة قدامكم، عينه على قاع اللهب من تحت. إذا كانت المادة المحترقة كبيرة فانتبه إلى استخدام الحيز والحجم الأنسب للطفاية. عشان كده بقول لك دايما أنت قدر الموقف وحدد هل الأفضل الآن هو الهروب والانسحاب لبره وخلاص، ولا المواصلة في الموقع. و الناس خلاص تم إخلاءهم يعني الموقع، فأول المواصلة في الموقع ومحاولة إطفاء النار بشكل مباشر. ده بقى السؤال اللي أنت عايز تجاوبه عشان تتفهم أهمية القيام بدورك أو الانسحاب. عفوا. مش عارف الصوت كان واضح ولا لأ، لأن كان في خلخلة في الصوت عندي. طيب لازم تتأكد دايما ان باقي في الطفاية الحجم اللي انت محتاجه للخروج الآمن من مكان الحريق. هترجع لورا وتشوف، دايما تخلي باب الطوارئ في ظهرك عشان وانت راجع باب الطوارئ تنسحب على الخروج المباشر بشكل مباشر. طبعا الطفاية يا جماعة وجدت وتم يعني تم اقرار وجودها للحرائق الصغيره رقم واحد، رقم اثنين الهروب والخروج من الطوارئ فقط. الحرائق الكبيره لا يمكن ان يتم التعامل فيها بطفايات الحريق. دائما وابدا توجه الطفايه بشكل ميل، تميلها وتميل الهوز او الخرطوم بتاعها نحو قلب الحريق او نحو قاعده اللهب ومع اتجاه الريح ومع اتجاه الريح. افتكر اغنيه مش عارف مين لما قال لك على زي الريح ما يودي على قد الريح ما يودي، فانت مش مع اتجاه الريح علشان ما تنساش اثناء الحريق مع اللخبطه والارتباك، لا دايما مع اتجاه الريح. طب انت عايز تشوف الريح اتجاهه ازاي؟ تشوف الدخان اللي صادر من الحريق ماشي في اتجاه ايه، فهو ده اتجاه الريح. طبعا السلايد دي بتكون دايما ماشيه مع التدريب العملي، بنعمل تدريب عملي ونجيب طفايات وبنخلي الفنيين ينفذوا الاطفاء ونشوف مهاراتهم
في التوجيه مع اتجاه الريح وتركيز القاع اللهب او لا؟ لخص التعامل مع الحريق في 4 حروف، ايه هم؟ لخص التعامل مع الحريق في 4 حروف، ايه هم؟ حد عارف؟ حدش عارف معقولة؟ نلخص طريقة استخدام الطفاية في 4 حروف، ايه ال4 حروف دي؟ ايوه برافو، باس 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 بي من بن اللي هي اسحب ايه، اسحب المسمار، بي بن اللي هي اسحب المسمار. اللي عايز مرجع يتكلم في مسافة الطفايات يرجع ل NFPA 10، NFPA 10 بالنسبة لارتفاعها من سطح الأرض. احنا ماشيين بالستاندرد ان دايما من الفينش دي فلور اللي هو التشطيب الأرضية لحتى أعلى نقطة في الطفاية بتكون المسافة 5 قدم، مع النظام الأمريكي بالقدم، فبتكون دايما 5 قدم أعتقد، يعني والله أعلم دي تعادل حوالي متر ونص تقريبا، هو متر 3.5 قدم على ما أظن يعني، فهتحسبها على 5 قدم ماشي. الباص دي احفظها عشان ما تنساهاش، بي بن، اي ايم يعني وجه لقاع اللهب، والاس يعني سكويز زي علبة المربى اللي هي بيبقى نوعها سكويز تضغط عليها، او الكاتشب تنزل لك كاتشب كده على طول، سكويز نفس الفكرة في الطفاية. سويب يعني تحرك، تحرك البودرة الناتجة من الى، من يمين الى يسار على حسب القاعدة بتاعت اللهب حجمها قديش، شوف قديش حجم قاعدة اللهب تحرك عليها البودرة اللي طالعة. اوكي دي كانت المحاضرة الخاصة بالحريق، عشان نخلص المنهج كامل باقي لنا بس المحاضرة اللي هي خاصة بالبي بي اي او مهمات الوقاية الفردية، النهاردة اخر يوم. في النهاية انت كحد مهتم بمجال السلامة، حتى لو مش تشتغل في السلامة كأخصائي سلامة او غيرها، لكنك مهتم بالمجال محتاج تعرف يعني ايه بي بي اي. البي بي اي هي اي حاجة الشخص اختصارت بيرسونال بروتكتيف، بي بي بيرسونال بروتكتيف، اي ايكوبمنت، اي ايكوبمنت. فانت لازم تعرف ان دي هي اللي المفروض اي عامل او موظف هيحتاجه، فالموضوع نسبي على حسب طبيعة العمل. بتعمل حاجة اسمها جي اس اي، جوب سيفتي اناليسيس، او جي اتش ال هي جوب هازارد اناليسيس. فالجي اس اي او الجي اتش اي ده بتعمله عشان تشوف ايه هي الاخطار اللي العامل ده متعرض ليها، فبالتالي بناء على هذه الاخطار والمخاطر بتقول العامل المفروض يلبس ايه، ايه المهمات الوقاية الفردية او المهمات الفردية اللي المفروض العامل يلبسها علشان تقيه من المخاطر. أول حاجة بتقسم الأخطار اللي ممكن العامل يتعرض لها إلى حسب المستهدف من هذه الأخطار. الجهاز التنفسي هو التصنيف الأول، الجهاز التنفسي. فأنت لازم تعرف إن أنت المواد السامة هتدخل إما من الجهاز التنفسي اللي إحنا بنتكلم عنه، أو الجلد أو المعدة. الجهاز التنفسي يبقى فيه ماسك، فيه كمامة. طبعًا أنت عارف إن الكمامة اللي كنا بنلبسها أيام الكورونا دي اللي هي بيسموها الأن ووفن ماسك، دي اساسا خاصه بالتراب، دي من العلم يعني، دي خاصه بالتراب او خاصه بالجراثيم والبكتيريا. الفيروسات الهوائيه لا يمكن ان تصمد امامها هذه الكمامه، الان 95 وغيرها والكمامات اللي بيبقى فيها يعني فلتر قابل للتغيير، هذه ممكن تصمد امام الفيروسات. مش ظاهرة قدامكم دي؟ مين قال الشاشة واقفة؟
طيب انا قدامي حاجتين عشان البس معاهم الماسك، اما ان انا خايف اشم هواء ملوث بجسيمات او مواد غازيه او جسيمات وغازات، او ان الهواء ما فيهوش اكسجين كافي. لو ان الاكسجين اللي هو 19 ونص ده، يعني اللي هو انا هموت لو ما وصلتوش، لكن نسبه الاكسجين كل ما بتقل عن ال 21% كل ما بيمثل خطوره على الانسان. فانا لو عندي مشكله في الاكسجين في الحاله دي محتاج اني البس جهاز ماسك مزود بجهاز ثنائي اكسجين او باسطوانه اكسجين. طبعا هتكلمنا في محاضره الصحه المهنيه عن الجسيمات وانواعها واتكلمنا عنها بالتفصيل، فما فيش داعي ان احنا نعيدها، ولو حد منكم ما حضرش ممكن يرجع لمحاضره الصحه المهنيه وهيلاقي فيها الكلام ده بالتفصيل. الاتربه وانواعها واشكالها ودور الكمامات في الوقايه من هذه الاتربه. احنا زي ما قلنا بنقسم القناعات او الماسكات هذه نلبسها الى ثلاث انواع. في نوع بيكون مستقل عن الوقت، يعني انت ايه مستقل عن الوقت؟ نفهم يعني مستقل عن الهواء الخارجي، يعني مستقل عن المسافه، مستقل عن الوقت يعني انت مهما عدى عليك وقت القناع ده مش هيخلص. على عكس القناع اللي هو مربوط في اسطوانه اكسجين، الاسطوانه لو خلصت الوقت كده انتهى معاك، راحت فيها، الهواء خلص خلاص، الاكسجين بتاعك خلص. مستقل عن الهواء الخارجي يعني بغض النظر ايه وضع الهواء اللي عندك، فانت معاك اكسجينك معاك زي الاسطوانات بتاعت الاكسجين او زي ال هي اسطوانه الاكسجين بالتحديد يعني، تمام، اسطوانات الاكسجين بالتحديد. مستقل عن المسافه يعني مش مربوط بحاجه معينه، لان عندي في نوع من انواع التغذيه انك انت بتاخد ماسك متولد بخرطوم، والخرطوم بجهاز جهاز ضخ هواء ده موجود بره. نفترض انك شغال في اماكن مغلقه، شغال في نفق، فالهواء جوه مكتوم او مش امن، فانا هديك كده ماسك تلبسه وبيكون متوصل في خرطوم، والخرطوم بره في المكان المفتوح وفي جهاز ضخ هواء، فانت مربوط بالمسافه بتاع طول الخرطوم، مربوط بالمسافه بتاع طول الخرطوم، فده معناه انك انت مش مستقل عن المسافه. لكن في حاله انك انت لا مش معاك خرطوم فانت مستقل عن المسافه. ده أشكال مختلفة للماسكات والأقنعة. أنت لازم تختار النوع الماسك والقناع على حسب المخاطر اللي هي يعني أنت وصلت إليها بعد عمل تحليل. الموضوع مش كده يعني عصف ذهني وخلاص، لا، بيتعمل يا جماعة حاجة اسمها الجي اس اي أو الجي اتش اي، ودي تحليل أخطار وظيفة عشان نعرف إيش الأخطار المهدداني، فبالتالي أختار بناء عليها نوع الماسك أو القناع اللي أنا المفروض ألبسه. طبعا دي اللي بيسموها الأقنعة المزودة بالخرطوشة، ودي فيها خرطوشة بتعمل مراحل من الفلاتر، عباره عن مراحل من تنقيه الهواء قبل يدخل الى الجسم. وهذه الاقنعه المستخدمه للوقايه من الغاز، الغازات المختلفه، اي غاز من الغازات الخانقه، لان هو بيحجب الغاز على الدخول الى الانف او الى مكان التنفس بشكل عام. اعتقد ان ده الجهاز اللي على صدره ده جهاز توليد هواء، يعني بياخد الهواء اللي بره بيعمل له معالجه وبعدين بيديه على الهوز دي، والهوز او الخرطوم ده بيدخله على طول التنفس بشكل مباشر. الفلاتر يا جماعه بتتغير مش ثابته، الفلاتر اللي جوه الاجهزه المرشحه اللي زي دي كلها فلاتر، سواء كان فلتر داخل الاسطوانه داخل الكمامه نفسها او هنا الفلتر في جهاز الترشيح اللي انتم شايفينه ده. الفلاتر دي لازم تعمل لها مراجعه، ان هي بتتغير امتى؟ لو انتهت الصلاحيه، لو اللي بيلبسها بالرغم انه لابسها حاسس بصعوبه او مقاومه في التنفس، او لو مرت بحراره عاليه، او لو انت بتلبسها ومع ذلك لا زلت حتى الان شايف ريحه غاز، في مشكله في الفلتر لازم يتغير. طبعا لو في زئبق او غاز او اكسيد الكربون عدى على الطفايه دي يبقى في زي مؤشر كده بيغير اللون، بيغير اللون، لو اتغير اللون تعرف ان انت محتاج تغير الفلتر بشكل مباشر. طبعا دي تفاصيل مش هدخل معاكم فيها لكن باب العلم يعني. ان بشكل عام حدود استخدام الغاز سواء الغاز ده بيكون لما التركيز بتاع مجموعه الغازات اللي انا خايف منها كلها لا يزيد عن 2% من الهواء الجوي. ولكن لو في عندي غاز كلور، لو انا عندي جهاز قياس الغازات، هتقول لي جبت المعلومات دي من فين يا عمي؟
اقول لك في اجهزه خاصه لقياس الغازات، المفروض تستخدم هذه الاجهزه لعمل قياسات فيزيائيه في مكان العمل. والاجهزه ليها قراءات، نسبه القراءه بتاعت الكلور عندي 1% او كبريتيد الهيدروجين 1% او الامونيا 3% او الامونيا وغاز تاني بطاقه الامونيا 2%. فانت كده لازم تستخدم اقنعه غازات. انت كحد مسؤول عن السلامه بتوقف العمل الا حد من الناس كلها تلبس اقنعه الغازات. طبعا دي جداول ممكن ترجع لها بشكل عام كده عشان تعرف حدود استخدام كل غاز. ان لو الغاز عن كذا في هذه الحاله انا محتاج البس قناع غاز. طبعا الاسطوانات دي دايما بيلبسها فرق الانقاذ، عامله زي اسطوانات الغوص، زي الغواصين كده بالظبط. ودي مصممه ان هي تكفيه من الهواء لمده 30 دقيقه، او لو اسطوانه حجم الاسطوانه اكبر من كده فهيكون الوقت اطول برضو، لكن الحد الادنى 30 دقيقه. دي اشكال مختلفه لاسطوانات الاكسجين الخاصه بالتنفس. طبعا عندي حاجه اسمها امداد الهواء المستمر، ودي انا كنت بحكي عنها من شويه بوصفها، ان هو لما بيكون نازل في تانل او نفق او مكان مغلق كده بيلبس القناع ده المزود بخرطوم، والخرطوم مزود في ماكينه بتديله امداد هواء مستمر، فبالتالي الهواء مش هيخلص معاه طول ما هو موجود، الخرطوم بيمدد معاه والهواء ماشي معاه. فدايما الجهاز اللي في ايد البشار عليه اهو، انا بشاور هنا، جهاز اللي بشاور عليه ده اسمه جهاز قياس الغازات، لازم هو يكون عارف هو فين، ايه الغازات. الجهاز ده مجرد ما بيشتغل بيظهر له على الشاشه الصغيره بتاعته الغازات اللي في المكان بالنسب بتاعتها. بس بيفكرك بالجهاز بتاع مرحوم عبد العاطي، فاكرينه؟ كان بيدي مش عارف ايه شاور على الايدز كده شبه كده. هون ده جهاز قياس الغازات، وده من العدد والادوات المهمه اللي المفروض يعني مشرف الانقاذ او اخصائي الانقاذ اللي رايح يدخل موقع يعمل اقتحام لموقع كان فيه حريق يكون معاه الجهاز ده ضمن الامدادات بتاعته وضمن الادوات بتاعته. وهنعدي دي كلها زي ما قلنا، بتسحب الهواء الموجود وتعمل له تنقيه، ده جهاز التفصيل تسحب الهواء وتعمل له تنقيه قبل تدخله على الجهاز التنفسي لجسم الانسان. طبعا دي اقنعه خاصه بتحمي الجسم من غاز اكسيد الكربون القاتل اللي هو احد مخرجات الدخان. كل دي بتوزع اثناء الحريق عشان يهرب بيها خوفا من غاز او اكسيد الكربون. طبعا احنا قلنا ان اخصائي الصحه المهنيه في محاضره الصحه المهنيه، عيد بس النقطه دي، لازم يكون عنده الحد الادنى من الاجهزه والمعدات اللي تخليه يختبر بيئه العمل. طبعا بيئه العمل زي ما اتكلمنا فيها عن الضوضاء مثلا في المحاضره السابقه، لازم يتاكد بيئه العمل من حيث الاستضاءه، ان الاضاءه عندك كام، في حد ادنى للاضاءه بتتقاس بالكاندل او بالليمونت، عندك في مكان عمل كام، اكسجين كام في الميه، الكلور في الهواء كام في الميه، نأتي لو كميات كام في المية. فلازم يعرف الحدود بتاعته اللي هي لو زادت عن كده يوقف العمل او يستخدم بي بي اي، او المواد المهمة زي الاكسجين او الاستضاءة مثلا لو قلت عن كذا يوقف العمل لحد ما يشوف حل بان الاكسجين يرفع يركب مراوح تهوية يتصرف. بكل دي صور لاجهزه. طبعا لما يكون عندي عمل في اماكن مغلقه فلازم اني قبل ما اسمح للعامل بالنزول الى الاماكن المغلقه استخدم جهاز قياس الغازات للعمل في الاماكن المغلقه، واطلع القراءات بتاعتي واشوف هل القراءات دي تعني انه يمكن العمل او لا. ده شكل جهاز القراءات اللي بيديني نسب الغازات المختلفه في البيئه المحيطه بيه. احيانا بيكون مبرمج على نسبه معينه، بمجرد ما بيصل لهذه النسبه بيديك صفاره او الارم. طبعا في اجهزه مختلفه اما مالتي يعني تقيس اكثر من غاز، او اجهزه مصممه لغازات معينه زي الاتش 2 اس او السي او او الاو 2 او غيره. كل صور لاجهزه قياس الغازات قبل اللي ينزل المكان عشان لا يتصدم هناك بحاجه مش عامل حسابها يقيس الغازات في مكان.
طبعا جهاز ده لقياس الاستضاءه، شوف هل الاضاءه في المكان ده مناسبه، لان لو شغالين عمال في اعمال مكتبيه او في اشياء فيها قراءه وكتابه لازم يكون عنده الحد الادنى من الاضاءه في هذا المكان. دي مضخات بياخد منها عينه من الهواء عشان يوديها المختبر ويحلل الهواء ده في المختبر يشوف نسب الغازات فيه كام. كل دي أجهزة هدفها قياس نسب الغازات وقياس التعرض الإشعاعي وغيرها من الأجهزة. الإسعافات الأولية من ضمن البي بي إي، بس هو مش فردي، هو يعني حتى لازم يكون في كل قسم أو حتى الفرد نفسه يكون معاه في جيبه أو معاه في الحقيبة بتاعته الحد الأدنى للإسعافات الأولية المطلوبة لدى الشركات. زي ما اتكلمت عن بطاريه الحريق ان هي بتستخدم لعزل الماده المشتعله عن الهواء، لعزل الماده المشتعله عن الهواء الجوي تحجبها كده، فتستخدم اسطوانه البطاريه لهذا الغرض، اما ان شخص او ماده مشتعله جت عليها النار فيتم تغطيته بهذه البطانيه وشدها عليه حتى تحجب الاكسجين عن قاع اللهب. طبعا جهاز ده الان مؤخرا تم تزويد الحرم النبوي والحرم المكي وبعض المساجد الكبرى بهذا الجهاز، لأن الجهاز هذا مفيد في حالة يعني وجود أزمة قلبية، لو مريض قلب جات له أزمة قلبية أو واحد كان معاه للغرق طلعوه من المية في آخر لحظة وكان هيغرق خلاص بيحتاج إلى هذا الجهاز. هذه النقلات أو الحواف حافة أو الناقلة اللي هتحتاجها عشان لو عامل سقط من ارتفاع ورجله اتكسرت أو دراعه اتكسر ما ينفعش تمشيه ولا تشيله عادي كده، لا لازم يحمل على هذه الناقله بنفس وضعيته فقط بدون ما حد يحرك له اي حاجه. طبعا في عندي حاجه اسمها الافرول، والافرول ده من اسمه كده اوفر اول، بيكون مغطي الجسم كله من اخمص القدم وحتى شعر الراس في الاماكن الموبوءه او اللي فيها اشعال او اللي فيها حراره عاليه نتيجه الحريق وغيره. دايما بيبقى فيه بي بي اي بالطريقه دي عشان يحمي الشخص في المكان اللي موجود فيه. بعض الافرول ده بيكون بس عشان الحريق، بعضها عشان فيه كمان المواد الكيماويه اللي هتتسكب لو ماده كيميائيه نزلت ما تجيش عليه ما تسببوش مشكله، فهو بيريح دماغه وبيحمي جسمه كله بالافرول بهذه الطريقه. دايما قلنا صاحب العمل مسؤول، صاحب العمل مسؤول عن توفير البي بي اي بشكل عام، ما تروحش تشتريها، لا صاحب العمل يوفرها لك، لو ما وفرهاش اشتكي. كمان مثلا بقول لك ايه، فلازم هو يكون عارف العامل ده ايه المطلوب عليه كبي بي اي المفروض هو يكون لابسه، تمام، والمواد اللي ماده مشعه فهيتعامل معاها بلبس خاص لماده مشعه. طبعا الرأس والوجه والقدمين مستهدفين، لو اي يعني حد لمس في وشه كده هبقى عاهل، فدايما نقول الرأس تلبسها خوذه والوجه تلبسه ماسك في حاجه مطلوب والنضاره على عينك لحمايه العين من الشرر واللهب المتطرف. طبعا ده حزام الامان، وده يستخدم حينما يكون هناك عمل في الاماكن المغلقه، لو في حد بيشتغل في مكان مغلق عفوا مكان الاماكن العاليه، اعتذر بس عن اللخبطه اليوم كتيره شويه، عند العمل في الاماكن المرتفعه او الاماكن العاليه على سطح الارض طالما انه في مكان مرتفع او عالي فبيلبس الحزام ده عشان يوزع الحمل بتاعه على جسمه كله، لان الحزام القديم التاني كان ممكن يسبب يعني كسر في الظهر، لكن النوع ده مصمم على تحميل ثقل الجسم على جميع أجزاء الجسم في وقت واحد. كل دي أشكال مختلفة لحزام الأمان اللي هو المفروض العامل شغال في أماكن مرتفعة يكون لابسه. أقنعة اللحام، ودي أقنعة خاصة للحام بتحمي العين من الموجات الكارما من الموجات الألترا فايلت، الموجات البنفسجية الفوق النفسجية، تمام، وفي نفس الوقت بتحمي الجهاز التنفسي من الغازات السامة زي السي او وغيرها،
هذه كلها أقنعة خاصة للحام، واللي هينتج عنه زي ما قلنا غازات سامة، أو هينتج عنه لهب متطاير. والحماية الأذن هتكلم عنها في محاضرة خاصة بالحماية السمعية، وتكلم عن المواد هذه اللي بتستخدم، البلوجنز والسدادات هذه اللي بتستخدم في الوقاية من أمراض السمعية أو في تحسين السمع. القفازات يا جماعة مش نوع واحد، في قفازات خاصة للتحميل والتنزيل، العامل بيشيل وحط وكل لابسه في إيده، في قفازات تانية خاصة ب الفايبريشنز اللي هي الاهتزازات، لو شغال بدريل على الأرض إيده بتتهز جامد، فده برضو عشان أحمي دراعه وأحمي إيده بقول له البس القفاز بتاع الفايبريشنز. في قفاز تاني خاص بالكهرباء عند العمل في أعمال كهربائية، تحديدا أعمال كهربائية، وهكذا من أنواع القفازات الأخرى. حتى الكيميائي او العامل اللي شغال محتاج يلبس قفاز او قفاز يعني مضاد للمواد الكيميائيه زي اللي هو لابسه في ايده. النظارات مهمه جدا لحمايه العين، بالذات لو انت شغال في مكان اما فيه اتربه عاليه او فيه مواد متطايره من اعمال اللحام والقطع، ممكن تؤدي الى اصابات او انسيدنس حتى اللي هي يعني اصابات وشيكه. أشكال مختلفة من النظارات، طبعا أنا عندي حاجة اسمها كلير لينس هي النظارة الشفافة، وعندي حاجة اسمها الشيد لينس هي النظارات المغمورة اللي هي عليها طبقة يعني عليها طبقة كده عن النظارة نفسها بحيث تقلل من أشعة الشمس اللي داخلة الجسم. طبعا زي ما قلنا في أجهزة التبريد، لو الإنقاذ فرق الإنقاذ داخلة في مكان محترق مثلا من أكثر من 7 دقائق، معنى كده ان المكان بدرجه الحراره فيه تكون عاليه، فلازم يكون لابس ملابس واقيه من اللهب والحراره الناتجه في هذا المكان. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعت البي بي اي وخلصنا معاها محتوى هذه الدوره، اتمنى ان اكون يعني قدمت لكم شيء جديد أو قدمت لكم شيء مفيد، واعذروني النهارده في آخر محاضرة شوية مش مركز مع نهاية اليوم، لأن يعني التوقيت عندي توقيت الإمارات الساعة كام النهارده؟ الساعة كام حاليا؟ الساعة 12 شوية. فعلى كل عايزين نشوف الأسئلة والمداخلات اللي كنتم محضرينها. كان فين المهندس اللي كان عنده سؤال على الطفايات الـ A والـ B والـ C؟